السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديده على قناتكم كريم وتاك. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم افضل 6 هواتف متوفره في الاسواق الجزائريه بسعر 2 ملايين سنتيم وكما طلبتم مني. اذا قبل ما نبدا هذا الفيديو، فاتمنى من كل شخص جديد معي في قناتي اني شارك بها ويفعل خاصيه الجرس، واذا عجبك هذا الفيديو دير جيم كما راك تتفرج وبارطاجيه مع اصحابك، هذا على طيب الخاطر اخي اختي الكريمة. اذا بلا ما نطول عليكم اكثر واكثر، نبداو على بركة الله باول هاتف معنا. والهاتف الاول معنا والذي هو جالاكسي جي دو برو، البرين تاعو 2 ملايين سنتيم. اذا الهاتف الثاني معنا والذي هو كوندور بليم ال دو برو، البرين تاعو 2 ملايين سنتيم. اذا نروحو للهاتف الثالث والذي هو هاتف ايس اسي او او ايس ايربان ا. اذا البري تاعو 1750، حنا نقولو 1700. اذا نروحو للهاتف الرابع الهاتف الرابع نعم، اذا هو دوجي اكس 70 والسعر نتاعو 15000 دينار جزائري. اذا الهاتف الخامس معنا والذي هو الجي كا 9 او كانيف، سعر تاع هذا الهاتف 18000 دينار جزائري. اذا الهاتف الاخير معنا والذي هو هاتف ايغريك 5 برايم 2018 من هواوي بطبيعة الحال، بسعر 2 ملايين سنتيم. اذا خوتي كان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى الفيديو يعجبكم واستفدتوا من حلقة اليوم. اذا استفدت دير جام وبارطاجيه مع صحابك. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.